بإذن الله. البداية دائما من مصر نستهلها من صحيفة الأخبار، نقرأ عن السياسة الخارجية لمصر والدبلوماسية المصرية التي تفتح آفاقا جديدة للبلاد. نقرأ في هذا العنوان: الشرق يفتح أبوابه لمصر وطريق الصداقة من حرير. مقال لرئيس التحرير يقول: قبل مرور ساعات على القمة المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي بوتين، أكدت على عمق وقوة علاقات البلدين والرغبة المشتركة في تقويتها في كافة المسارات، جاءت القمة المصرية الصينية أمس لتؤكد أن الشرق يفتح أبواب التعاون مع مصر على مصراعيه في علاقات صداقة قوية بطول طريق الحرير الذي يتم إحياؤه، صداقة تحترم الأولويات الوطنية لكل دولة ليتعاون الجميع يدا بيد من أجل بناء النهضة الشاملة. أيضا الكاتب يقول: الود الكبير كان هو العنوان الأبرز للقاءين. بوتين عندما تأخر المترجم في ترجمة جملة الرئيس وهو يسأله كيف حالك، تعمد الرد بصوت عال ليكرر كلمة ممتاز ليضحك الرئيسان والحضور، وهذا يؤكد على صداقة قوية. وقد كررت وسائل الإعلام الروسية إذاعة هذا المقطع. الرئيس الصيني أصر في حفل العشاء وفي الحفل الموسيقى أمس وأثناء التقاط الصور التذكارية قبل جلسة البريكس على أن يكون الرئيس السيسي إلى جواره ليتوسط الصورة مع الرئيس الروسي بوتين، رغم وجود زعماء من 10 دول من بينهم 5 أعضاء في البريكس وخمسة من الضيوف. وقد هذا الحرص يؤكد الأولوية التي تحظى بها مصر السيسي في علاقاتها بالتنين الصيني.